السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم تزيليات، هذا الحلوى الجزائرية معروفة كثيرا وتحضر في مناسبات كبيرة. لتحضير التزيليات سنحتاج إلى العجينة، نحتاج إلى الحشو، ونحتاج أيضا للعسل. بالنسبة للعجينة هي نفسها عجينة البقلاوة الجزائرية والبقلاوة المبرومة، لكن اليوم أنا حضرتها فقط بهذوك البقايا نتاع العجينة اللي تبقات لي في تحضير البقلاوة الجزائرية، لكن تقدروا تحضروها بعجينة جديدة. وبالنسبة للحشو أنا استعملت اللوز، لكن تقدروا تستعملوا الكاوكاو ولازم تحمصوه من قبل. وصفة التزيليات بالكاوكاو راني عاملتها أيضا، دوك نوضع لكم الرابط نتاعها في آخر الفيديو. سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. هادو البقايا نتاع العجينة عندما حضرت البقلاوة الجزائرية أضفت لهم المزهر وراني نجمع فيها. غادي نقعدو هكا كنضغطو عليها حتى نشوفو المزهر دخل في العجينة ولات لينة قليلا. من بعد وضعتها في ساك بلاستيكي وخليتها ترتاح باش من بعد تسهل علينا عملية التوراق. والآن سنمر إلى تحضير الحشو. بالنسبة للحشو استعملت اللوز المطحون منزوع القشرة، ما لازمش يكون رطب مثل الذي يصنعوا به لي ماكارون. لو كنت تستعملوا هذيك النوعيه الرطبه مثل الفارينه غادي يجيكم معجن، لازم يكون حرش مثل السميد. استعملت 3 كوب مملوئين جيدا، هذا الكوب الذي يزن 250 مللتر ماء. من بعد اضفت 3 ارباع كوب نتاع سكر، يعني كوب غير مملوء. هذه الكميه غادي تعطيكم بالتقريب 25 قطعه، انا ضاعفت المقادير باش نتحصل على 50 قطعه. عاود زدت 3 كوب نتاع اللوز مع 3 ارباع كوب نتاع سكر عادي، يعني هذه الكميه غادي تحصلوا بالتقريب على 50 قطعه. نفس الشيء السكر كاس غير مملوء. من بعد اضفت ملعقه كبيره مملوءه جيدا نتاع السمن يكون طري، تقدروا تستعملوا مارغارين او زبده تكون طريه. وباش نجمعوا الحشو استعملت 4 بيض حجم كبير، تقدروا تستعملوا 5 بيض حجم صغير او متوسط. من بعد كما راكم تلاحظوا اضفت عطر الليمون للبيض وغادي نخلطوه قليلا، تقدروا اضافه فقط قشور الليمون. من بعد غادي نجمعوا اللوز، انا استعملت العجان لان الكميه كبيره، تقدروا فقط بواسطه اليد، لكن مي تكون عندكم كميه كبيره العجان يساعدكم اكثر. غادي نستعمل هذاك الشكل الذي يشبه المثلث. في الاول نخلطوا قليلا باش المكونات يتجانسوا مليح، من بعد غادي نضيف البيض. انا البيض اضفته على ضربه، من بعد نشوف الا كان خاصه. هنا خليهم يتخلطوا مليح، من بعد في النص حبست العجان باش نتشوف الا كان هنا خاصه البيض. كما هنايا شفته باللي راه مليح، ما لازمش تكون صلبه بزاف وما لازمش ايضا تكون كما نقولوا تتلاصق طريه بزاف. الا شفتوها طريه بزاف تقدروا اضافه شويه نتاع لوز يكون مطحون، والا شفتوها صلبه تقدروا اضافه البيض. هنايا غادي نحبسوا عليها، ومن بعد العجينه غادي نكوروها الى كرات. انا كورتها الى كرات الوزن تاعهم 25 غرام باش تحصلت على تزيليات حجم متوسط، لكن تقدروا تكوروهم الى 30 غرام الى بغيتوا الحجم تاع التزيليات يكون كبير، او 20 غرام باش تتحصلوا على تزيليات حجم صغير. هنا غادي نحضروا الكرات نتاع الحشو، غادي نصنعوا كرات الوزن تاعهم 25 غرام. اما تكوروهم عينكم ميزانكم او تستعملوا الميزان، من الافضل استعمال الميزان باش تحصلوا على وزن يكون كيف كيف والحبات يجوكم كاع متقايسين. بالنسبه لاستعملتوا الحشو بالكوكاو لازم تحمصوا شويه كوكاو وما تطولوش في طهي التزيليات باش يجوكم طريين، لانه لو كان تطولوا في طهي التزيليات بالكوكاو غادي يجوكم يابسين، لان الكوكاو يحتوي على الكثير من الزيوت. كما راكم تلاحظوا هنايا بعد ما كورت الطبقه الاولى وضعت ورق بلاستيكي، عاود درت طبقه ثانيه وبعد غطيتهم كامل باش ما ينشفوليش. بالنسبه للتركيب غادي ناخذ كميه صغيره تاع العجينه باش نتحكموا فيها، وورقتها فقط بواسطه الوراق. تقدروا الاستعانه بلا ماشينا بات، هذيك الاله اللي تورق العجينه. هنا غادي نورقوهم على سمك الرقيق 2 مليمتر بالتقريب، وهذا الايطالي راني قطع به العجينه القطر نتاعه 8 سنتيمتر، يعني 25 غرام نتاع الحشو تستعملوا معاه قطر 8 سنتيمتر.
وبالنسبه للحشو نتاع 30 غرام غادي تستعملوا اطار القطر نتاعه 10 سنتيمتر. بعد ما قطعناهم كامل لازم تغطوهم ببلاستيك باش ما ينشفولكمش. بالنسبه للتركيب غادي ناخذ قطعه وغادي نوضعوا لها بياض البيض. علاه نوضعوا بياض البيض؟ باش العجينه تلصق مع الحشو. بعد نوضعوا كره نتاع حشو بواسطه الكوردون غادي نلصقوا العجينه مع الحشو بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها في الصوره. يعني ناخذ العجينه غادي نقرصوها قليلا ونجيبوا كميه نتاع الحشو ندخلوا فيها داك لو بلي وغادي نضغطوا عليه. وهاد التطبيقات غادي تولوا تتقنوهم مليح من تكرروا بزاف العمليه. يعني بالتطبيقات غادي تولي هاد العمليه سهله وتولوا ديروها بسرعه. بعد ما نكملوا كامل هادوك لي بلي نزيدوا نقرصوهم جيدا باش الشكل نتاعهم يكون كاع كيف كيف وتجيكم الحبه شابه. هنا فقط التصوير البطيء باش تفهموا مليح. وهذا هي الشكل نتاعها. غادي نوضعهم في بلاطو نكونوا واضعين فيه الفرينه. وهنا فقط ملاحظه، من العجينه تورقوها بالوراق لازم توضعوا الفرينه، ما تخلوش العجينه تلصق لكم في طاوله العمل، لانه لو كانت تلصق لكم غادي من بعد يجيكم فيها لي بلي وما تجيكمش مليحه هكا مسطحه. يعني زيدوا الفرينه وورقوا حتى تتحصلوا على عجينه يكون السمك نتاعها 2 مليمتر. كما راكم تلاحظوا هنايا نفس الشيء، توضعوا القطعه في طاوله العمل، توضعوا لها البياض البيض من بعد الحشو وتستمروا في عمليه لي بلي هذوك كما راكم تلاحظوا في الصوره. وبالنسبه لهذه العجينه والحشو تقدروا تصنعوا بهم عده اشكال اخرى. تقدروا تصنعوا بهم لي كورني، عملتهم في القناه، تصنعوا بهم ايضا هذيك القرنفله، وايضا تصنعوا بهم لي بابوش، تصنعوا بهم رزمه العروسه. يعني عده حلويات واشكال مختلفه تقدروا تصنعوها بنفس الحشو ونفس العجينه. وهنايا بالنسبه للاخوات اللي يديروا طلبيات ولا تصنعي كميه كبيره، كيفاش تسرعي في الخدمه؟ نوضع 5 قطع مع بعض، من بعد ندهنهم بالبياض البيض ايضا مع بعض، من بعد نوضعوا الحشو ونبداو نقرصوا فيهم بالوحده. بهذه الطريقه غادي تسرعوا في الخدمه وتجيكم سهله وفي وقت وجيز تكملوا كميه كبيره. بعد ما نكملوهم كامل غادي نوضعوا قطعه نتاع اللوز كامله او توضعوا شرائح نتاع اللوز، لكن قبل ذلك لازم توضعوا البياض البيض في المساحه العلويه باش اللوز يلصق لكم مع الحشو كما راكم تلاحظوا في الصوره. ومن بعد لازم تخلوهم حتى ينشفوا مليح. هذا هو السر الطهي نتاع الزيريات باش يحافظوا على الشكل نتاعهم، اللي كتخلوهم حتى يبسوا. يعني كي تلمسوا العجينه تلقوها يابسه. انا يا بكري كنت نطيبهم مباشره، شكان يسرى كانت العجينه تنفصل على الحشو. هنا شكنت ندير في نص طياب نعاود نحل الفرن ونعاود نزيد نقرصهم مليح باش العجينه تلصق لي مع الحشو. لكن هذه الطريقه اكتشفتها لي وحدي، شفت باللي من تخلوهم ينشفوا العجينه تيبس تولي صلبه. من تولي صلبه بعد كي تدخلوها للفرن ما تتحركش، يعني ما غاديش تنفصل على الحشو. بالنسبه للطهي غادي نسخنوا الفرن على درجه حراره العاديه 180 درجه مئويه، ما يوعد 350 درجه فارنهايت. وماذا بكم الزريات ما ديروش كميه كبيره في السنيوه، كما انا فصلتهم على زوج سنيوات. من بعد غادي ندخلوا البلاطو في وسط الفرن ولا طلعوه لاعلى الفرن باش هكا كي تتحمر لكم الجهه العلويه. وهنا كما راكم تلاحظوا راني محضره 2 اناء فيهم العسل. علاه؟ لان الزيريات مي توضعوهم في العسل لازم تخلوهم لمده باش يتشربوا لكم مليح، خصوصا الا استعملتوا كميه كبيره لازم ديروا زوج تاع اناء، لخاطرش الكميه الكبيره مين تطيبوها وتكملوا وتوضعوا كميه في الاناء غادي الكميه الاخرى تقعد تقارى ومن بعد غادي تبرد لكم. ولازم الزيريات يكونوا حامين او سخونين والعسل يكون بارد. هنا بعد ما تحمروا لي مدة الطهي كانت واحد 15 دقيقة، تقدروا حتى 20 دقيقة. بعد ما نوضعوهم في العسل ضغطوا عليهم بواسطة الشوكة باش يدخلوا مليح ويتشربوا مليح العسل. وماذا بكم أيضا لبغيتوهم يجوكم معسلين من الداخل تقبوا الجهة السفلية بواسطة الكوردون كما راكم تلاحظوا في الصورة. ومن بعد خلوهم في العسل لمدة حتى تحسوا باللي تشربوا مليح. بعد تنحوهم وتوضعوهم في كسكاس يقطروا حتى يبردوا مليح، عاد باش توضعوهم في لي كيسات دو بريزونطاسيون. هنا راني نضغط عليهم باش يشربوا مليح هذاك العسل. شوفوا كيفاش تجي الحبه منتفخه والشكل تاعها شباب.
بالنسبة لملاحظة اليوم، الديريات أيضا تقدروا تحضروا بكمية كبيرة وتحتفظوا بهم في المجمد في علبة محكمة، وبعد تخرجوا بكمية قليلة للاستهلاك. ومدى بكم كي توضعوهم في المجمد، وضعوهم وهما محضرين في نفس اليوم، يعني يكونوا جدد باش نهار اللي تخرجوهم وديكونجلاو غادي تلقوهم أيضا وكأنهم صنعتوهم في نفس اليوم. وصلنا إلى نهاية الفيديو نتاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. أقولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.